تليفون كابتن ضياء سيد المدرب العام لمنتخب مصر. ازيك كابتن ضياء؟ كابتن خالد ازيك؟ وحشتني. وانت كمان يا كابتن. كابتن خلاص تمام، يعني عايز اعرف بس القوام الاساسي بتاع منتخب في ماتش قطر. يعني انتوا رايحين بلعيبه الاهلي، هل لعيبه الزمالك هتروح عندها تاني يوم ماتش زمالك هيغيب؟ الزمالك والاسماعيلي، مش الزمالك والاسماعيلي والحرس والمقاولين، مش في هنختار من عنصرية الاهلي والجونه وسموحه والمقاصه وادي دجله. طب اسالك سؤال يا كابتن ضيا معلش، يعني اتفضل. هو الماتش ده انتوا مجبرين عليه؟ يعني انا طبعا انا بس بنستعد لماتش زيمبابوي، وانت لازم يكون معاك القوام الاساسي، ده مش الفيفا داي، مفيش لعيبه محترفه، مفيش لعيبه من الزمالك. وده كان شرحنا الواضح بالنسبه لاتحاد الكره، ان ده مش في اجندتنا. اجندتنا مباراه يوم 22 والمباراه الرسميه يوم 26. اتحاد الكره اصر المباراه دي بيعملها في اطار تاني خالص، في اطار بروتوكول تعاون بينه وبين قطر. الوضع شرحناه وقلنا ان احنا حابين ان الدوري يستمر، لانه الدوري استمراره فيه فايده لينا، لان اللعيبه ابتدت تدخل فورمه ثالث. يعني اللعيبه بتظهر وبتطلع وبتبدع، وكل شويه الامور بيبقى فيها اهتمام وشكل كويس بالنسبه للعيبه، وفي كذا عنصر الناس اللي كانت بعيده عن مستواها ابتدت يرجع لها مستواها. طب الماتش ده هيفيدكم في حاجه يا كابتن؟ يعني هل ده ماتش بتشوف انه ماتش استعراضي، او في يعني هل اتحاد الكوره هيحصل على يعني مبلغ فهو محتاج لهذا المبلغ؟ يعني عايز انا بعتقد ان الامور دي اكيد موجوده، بس انا ما اعرفش تفاصيلها تحديدا. انا ما اعرفش تفاصيلها تحديدا. يعني انتوا رايحين كده لاتحاد الكوره قال لكم روح؟ ما انا بقول لحضرتك على ظروف المباراه من الاول، وظروف شرحنا من اتحاد الكره. طب هل زي ما قيل ان بوب رادي ما كانش موافق على المباراه دي؟ لا، هي ما كانتش موجوده لما الاستاذ جمال علام قعد مع بابلي وشرح له اهميه المباراه في التعاون البروتوكولي واهميتها ماديا واهميتها. فشرحنا الوضع بتاعنا وشفنا الجدول، وقلنا ان احنا مش عايزين نوقف الدوري. الاهلي هيبقى باي في الفتره دي، وناخد من الفرق اللي هي هتلعب يوم اخر 4 و5. وده الاتفاق اللي تم. طيب كابتن ضياء، عشان نكون كده على نور على نور وبينه، يعني هل خلاص انتوا بقالكم فتره بتجربوا لعيبه معينه، وانت داخل خلاص على ماتش يوم 22 ماتش النهائي، ماتش قطر ده ممكن يكون ماتش استعراضي، وممكن الله اعلم ممكن تكتشفوا لاعب يعني، بس في النهايه هل هناك مجال للاعبين جدد قبل مباراه زيمبابوي ولا بعد مباراه زيمبابوي ممكن يكون في تفكير؟ في مجال ممكن يكون لعنصر او عنصرين لاحتياجاتنا فيه، اللي هم ظهروا في الدوري بالظبط من الدوري يعني. طب عايز اسالك على اسامي بعينها، يعني وجهه نظرك كمدرب عام، هل انتوا العين عليها ولا مثلا لاعب مثلا زي طارق حامد في سموحه؟ اعتقد ان طارق حامد بنبص عليه، مع ابراهيم عبد الخالق. ابراهيم عبد الخالق ايوه سموحه. في بكلمك في مرعي في وادي دجله، احد هداف الدوري. طيب طب انت بتبص على مرعي، هل مفيش اقتناع باحمد جعفر؟ يعني احمد جعفر يعني ممكن اعلنها لك صراحه، هيكون موجود في قائمه زيمبابوي ان شاء الله، ده الوحيد اللي اقدر اقول لك عليه. طب والله حاجه كويسه جدا يا كابتن، لانه اعتقد يعني ممكن بـ 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 بتوجيهات برادلي وحضرتك وبتاع، عنده قامه جسمانيه. انا قلت لك اهو. خالد، احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، الناس قاعده ما فيش دوري خالص خالد. صحيح، فمش يعني شايفين اللعيبه. يعني كانت في مشكله كبيره جدا بتقابلنا، ان انت بتاخد من الذاكره وبتاخد وبتروح، يعني كانت عامله لنا مشكله عدم احتكاك اللعيبه. عشان كده احنا سعداء بعوده الدوري، الناس بتتطور والناس بتزيد. وانت لو فاكر اول مباراه الناس كلها كانت بتتريق على بعض الفرق في اوزان اللعيبه. صحيح. شوف بعد كده الاسبوع الثاني والثالث والراي، يعني ابتدت الامور فيها تطور، واحنا كل عنصر عايزين نقدر نستفيد بيه بشكل كويس والله هناخده على طول، لان احنا عايزين فايده المنتخب. هروح كمان لاحمد عيد عبد الملك، هل الباب مفتوح ولا الراجل؟ احمد مستواه ما شاء الله ماشي بشكل كويس، وشغال بكره جماعيه بشكل كبير، موجود
يعني احنا مش ما عندناش حاجه غير ان اللعيبه تخش في المنافسه بشكل كويس، وهنستفاد ان شاء الله من كل واحد يتقدم مستواه. عندك كمان كابتن عشان نكون احقاقا، انا ببص على الدوري كويس، مش موضوع زمالك بس والله، بس نور السيد ماشي كويس. لا 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 احنا بنتفرج، انا قلت لك على اسامي من يعني انا بقول لك نور السيد كويس قوي برضو، ماشي كويس. نور ماشي بشكل اداؤه تطور بشكل كبير جدا، صحيح يعني ما شاء الله ماشي في تطور كبير جدا. عايز اقول لك ان في ناس كثيره وفي انديه ثانيه بشكل كويس، يعني سليمان صبحي، يعني عايز اقول لك استمرار الدوري فايده لينا يعني. تمام يا كابتن، وخلاص ملف الحضري اتقفل اعتقد يا كابتن. والله هو ما اتقفلش، بس احنا مدين نفسنا وقت خالد، لان في وقت مش عايزين نبقى في حاجات انفعاليه، مش عايزين نقعد كل شويه، ان انت عارف كل ما بتحصل فيها مناقشه في الموضوع بتلاقي ده طلع بكلمه، تلاقي حد حط تصريح ما حدش يكون قال، وتلاقي عصام قال مش عارف ايه، لكن ما فيش حاجه مقفوله، كل حاجه قابله للحوار والمناقشه الجاده بدون اي حاجه غير مصلحه منتخب مصر. تمام كابتن، بتمنى لك دايما التوفيق يا كابتن انت والجهاز الفني بالكامل ان شاء الله، ومنتخب مصر يا رب ان شاء الله. شكرا كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر. اللي هو محمد عبد السلام قعد في جلسه مع الاستاذ جمال علام.